مشاهدينا، وينضم إلينا من الخازر موفد الحرة ميثم الشيباني. ميثم، في الجانب المتواجد فيه أنت حاليا، الجانب الشرقي، يعني جهاز مكافحة الإرهاب أعلن هذا اليوم انتهاء المرحلة الأولى من تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل. ما هو المتبقي؟ كم عدد المراحل المتبقية، وعلى ما تشمل؟ تطهير أحياء أخرى، تحرير أحياء أخرى؟ هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفصيلات؟ نعم زينة، مساء الخير. يعني صباح هذا اليوم اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب الحي ربما يكون هو الأخير والأكثر عنفا وتطرفا، وهو حي فلاح أو ما يعرف بحي الفلاحات بهذا الاسم. هذا الحي هو يقع ضمن مسؤولية قاطع العمليات الخاصة الثانية، لكن من اقتحم هذا الحي هم العمليات الخاصة الثالثة باعتباره حي مجاور وربما يؤثر على هذه القطعات أو يشغل قطعات الجهاز المتواجدة هناك. عمليات التطهير لا زالت مستمرة، يعني هناك نهايات تعرف وفق الأطر العسكرية بالنهايات السائبة يتحصن بها بعض القناصين ومجموعات منفردة من عناصر تنظيم داعش الفارين طبعا من مناطق القتال داخل الساحل الأيسر. أغلب هذه المناطق يعني عسكريا هي تحت قبضة القوات الأمنية وتحديدا تحت قبضة قوات جهاز مكافحة الإرهاب عموم القاطع الشرقي باتجاه النهر. يعني المرحلة الثانية التي يتحدث عنها القادة العسكريون هي مرحلة ما بعد النهر، العبور إلى الضفة الأخرى حينما يكون تأمين كامل لهذه المناطق التي حررت. بعد التحرير تجري عمليات فتح الطرق، إزالة بعض العقبات والسواتر الترابية التي أنشأها جهاز مكافحة الإرهاب. إذن ميثم، بس للتوضيح أكثر، المرحلة الأولى انتهت والمرحلة الثانية هل ستبدأ بتطهير المناطق المحررة أم يعني ستبدأ بعد العبور عبر ضفة نهر دجلة؟ لا، المرحلة الثانية هي مرحلة العبور عبر النهر. يعني المرحلة الأولى انتهت، يعني حررت جميع الأحياء في هذا القاطع، قاطع الساحل الأيسر. وكم يلزم من الوقت إذا كان لديك معلومات يعني لتطهير هذه الطرق بالكامل وتأمينها حتى تكون ظهر قوي للقوات الأمنية كي لا يتم عبور بعض العناصر المتواجدة من داعش في الساحل الأيسر؟ طيران التحالف الدولي قام بقطع أغلب أو ربما جميع الجسور الرابطة بين الضفتين، منع تدفق عناصر التنظيم من هذه الجهة إلى تلك. يعني ربما تسمعون الآن يعني هناك طيران يحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الموصل، وهناك أيضا ضربات طبعا مرجح أن تكون من طائرات F-16 الأمريكية التابعة للتحالف الدولي. الحركة للتنظيم مشلولة بالكامل، ما ممكن عبور المسلحين من تلك الضفة إلى هذه الضفة لأنه يكون تحت مظلة جوية، هناك مظلة جوية لطائرات التحالف الدولي على مدار 24 ساعة، يعني لا يمكن أن تتوقف. المرحلة الأولى هذه انتهت، هناك ربما سيكون جهد هندسي لمد جسور والعبور إلى الضفة الأخرى. يعني أول الأحياء المرجحة للاقتحام هو حي المثنى، يقع بالجهة الأخرى أو ما يعرف بحي سكر أيضا. هذه الأحياء هي يعني تعتبر من الأماكن المطلة على الجانب الأيسر، يتحصن بها بعض القناصين، هناك عمليات رصد واستطلاع، هناك أيضا قناصين ينتشرون يعني تابعين لجهاز مكافحة الإرهاب ينتشرون على ضفاف هذا النهر ليؤمنوا عدم وصول أو تسلل المسلحين من الضفة الأخرى. كل الأشياء هنا لا زالت يعني هادئة تقريبا. ميثم، الوضع المدني في الساحل الأيسر، المواطنون المدنيون، وضع الأسواق، هل هناك حاجة إلى مثلا مواد غذائية؟ هل يفتقدون إلى المراكز الطبية؟ حدثنا أكثر لو سمحت. هم يعتمدون على المساعدات، يعني حقيقة ما رأيناه هناك تعامل إنساني من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في تقديم الطعام، في تقديم المياه، يعني وصلت إلى حد أنه إعطاء المدنيين حصة الجندي، يعني طعامه أو شرابه الخاص. لكن المشكلة هناك ملامة على حكومة نينوى، حكومة الموصل، بأنها لم تقدم إلى الآن أي شيء، أو إن قدمت فهو شيء قليل
يعني لا يتلائم وحجم الأزمة الموجودة. هناك مجاعة طبعا بالتأكيد، يعني منطقة حرب، وأغلب هؤلاء المدنيين يعني قبعوا لأشهر تحت حصار تنظيم داعش. تنظيم داعش يعني استخدم سياسة التجويع ومنع تدفق يعني بقية السلع والبضائع إلى هناك. يعني ما لاحظناه هناك مجاعة إنسانية لا زالت موجودة، يعني هناك مواطنون بحاجة إلى خدمات طبية، بحاجة إلى مساعدات أكثر. وقود هناك أيضاً دعوات لأن تكون يعني البرد يعني أصبح قارس في هذه المناطق المرتفعة بالتأكيد. من شمال العراق بحاجة إلى وقود أيضاً يعني لتشغيل التدفئة وما شابه ذلك من الأمور. كنت ميثم قد تحدثت معي عن النهايات السائبة، فقط أود التركيز، هذه النهايات السائبة وهذا المصطلح العسكري، هل يتواجد فيها مدنيون على حد علمك؟ نعم، يعني الغريب بالموضوع أن أغلب المدنيين اليوم هم يعني يوصلون المعلومات للقوات الأمنية حول تواجد عناصر تنظيم داعش الفارين. طبعا كما ذكرت في السابق، الفارين من جبهات المعركة اللي كانت مع القوات الأمنية يتحصنون ببعض الهياكل وبعض المنازل المتروكة. الأهالي هم من قام بتقديم المعلومات إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقبض على هؤلاء، وربما حتى بعض الأهالي قام بقتل عناصر تنظيم داعش بسبب الضغط الذي تعرضوا له خلال السنتين. يعني هناك عمليات انتقامية من تنظيم داعش نظرا لحجم التطرف وطبيعة الضغط الذي جرى على أهالي الموصل. هناك شكوى سمعناها اليوم من الأطفال، يعني أنهم اليوم ربما فقدوا مستقبلهم، فقدوا الدراسة. هناك مناهج دراسية تعلمهم على أدبيات التطرف وأدبيات العنف التي لم يعتاد عليها المجتمع الموصلي الذي عرف ربما بالانفتاح والمدنية. هناك استياء و يعني حقيقة من تنظيم داعش ومن أفكاره السوداوية التي أرادت أن تلبس الموصل ثوب أسود، لكن يبدو أن الموصليين أقوى من هذا والعمليات. نعم، ربما يعني نعم أثبتت. يمكن أنت تحدثت معي هيثم بشكل عام، يعني كنت أسأل فقط عن المتواجدين في المناطق والنهايات السائبة. على العموم فكرتك واضحة، أتمنى لك توخي الحذر. كنت معي من الخزر المحور الشرقي طبعا الموصل، مفد الحرة ميثم الشيباني.